بروح إنسانية عالية وبأنامل مبدعة، استطعن هؤلاء النسوة أن ينجزن عملا مبدعا يوفر لهن حياة آمنة ومستقرة من خلال منتجاتهن المعروضة في هذا البازار الذي احتضنته مديرية الخوخة بالحديدة. طبعا اليوم معنا بازار لأكثر من قسم، 5 أو 6 أقسام. دربنا خلال 2023 ما فوق 190 متدربة في مجالات عديدة. طبعا هذا المشروع أدر على المستفيدات خبرة، كما في نفس الوقت قدرت تعيل أسرتها، يعني ما تحتاجش لأنها تمد يدها لشخص آخر أو تكون عرضة للتحرش والاستغلال في الطريق. فمشاريعنا للفتيات والنساء بشكل خاص لتكوين قدرة للمرأة بحيث أنها تقدر تعيل أسرتها ونفسها. بارعة سعيد خاضت معركة مع الحياة من أجل العيش، واليوم تقف في البازار بعد حصولها على حقيبة التمكين الاقتصادي. أولاً سمعت عن مؤسسة فور هيومن لمساعدة المحتاجين واللي ما عندهمش دخل واللي ما عندهمش حد يصرف عليهم. سجلت الحمد لله 3 شهور قبلوني، الحمد لله سجلت في خياطة الحقائب، صلحت أنواع الحقائب، أنواع حق الأصغر، حق الأطفال وحق الكبار وحق السفر، وهذا هو مشروعنا. الحمد لله البنات كلهم فازوا وصلحوا، وأتمنى أني أطور من مشروعي. البازار تضمن عددا من المشغولات في مجال الخياطة والتطريز وصناعة العطور والبخور بما فيها المعجنات لتعود بالنفع على كثير من الأسر. أنا أشتغل مجموعة المعجنات واشتغلت مع، يعني سجلوني مؤسسة فور هيومن، والآن أنا اشتغلت في قسم المعجنات وصلحت، والآن أجيت هنا لبيع منتجاتي وعشان حسب الظروف، لأن ما فيش حد يشكى علينا ولا حاجة، أنا أشكى نفسي وده أنا الآن اللي صرف على العيلة. إن شاء الله بإذن الله يتطور مشروعي أكثر، والآن أنا بفتح محل إن شاء الله بإذن الله في السوق. كان في البداية والله كان صعب شوية، ولكن مع التدريب مع الوقت مع السعي مع كذا الحمد لله الحمد لله جاب لنا منتوج، يعني ولا لا ما تبع العرض وهذه البازارات هذه وذا برضو، يعني ترويج حصلنا ترويج لأشياء لعطوراتنا ومنتوجاتنا الحمد لله. تساعد هذه المشاريع النساء والأسر المنتجة لتحسين سبل العيش وتمكنهن من الاعتماد على أنفسهن اقتصاديا، وهو ما يستوجب اهتمام الجهات المعنية بالمرأة ومساعدتها من خلال بناء القدرات ودعم التحاقهن بدورات تمكنهن من اكتساب مهارات وحرف تجعل منهن نساء منتجات يعتمدن على ذواتهن في تحسين سبل العيش. لقناة اليمن اليوم، حسام بكري، الحديدة.